ما راح تصدقوا ايش راح يصير للسوق لو حطيناه في وعاء وحطينا عليه حمضية وخليناه لمدة سحري 24 ساعة. يلا يدوس ايش راح يصير؟ اوكي يا جماعة عندوا لثلاث بالتعليقات جوا الوعاء 2-3 راح احط عليه حمضية. لا تنسوا لايك تعليق حركة اكسبلور يا جماعة، كل اللي يعمل لايك تعليق حركة اكسبلور واكتبوا متحمسين نشوف النتيجة.